أول يوم في رمضان كان نجمع العائلة، لكن العائلة اليوم متشتتة، في منها في الشمال وفي منها في غزة وفي منها شهداء. الحمد لله على كل حال، ورمضان كريم، وما زلنا يعني قد ما نقدر إن نعمل على إدخال السرور في قلوب الأطفال، في قلوب الناس، حتى يعني نخرجهم من أجواء الحرب. والحمد لله على كل حال، ما يعني إحنا في التجويع إلنا 5 شهور ودخلين لرمضان في الصوم، لكن عز وجل بعين، والحمد لله على كل حال، رمضان كريم. أنا بدي أكون زي أيام رمضان، زي أيام زمان، زي رمضان، تخلص الحرب ونعمل قطايف وكعك زي أيام زمان، بس عاد فيش إشي في السوق نشتريه، والطحين غالي وكل إشي غالي وفيش أكل. فيا أهل الخير ويا أيتها العالم المتحضر، لا يجوز ما يفعل في غزة، لا يجوز. إحنا ناس بدنا نعيش ونعيش أولادنا حياة كريمة. كفاية كفاية كفاية, كفاية.